إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثمان وعشرون سنة ولكنه لم يعد الصبر يستطيع الصبر أكثر من ذلك، أراد أن يصل إلى الراحة. هذه الكلمات التي قالها ذلك الشاب الذي ربما سمعتم عنه، الذي مات في عمان، في مسقط في عمان. هذا الشاب الذي اسمه أفيشي. أفيشي هذا كان شابا مبدعا في مجاله، بغض النظر عما وجهة نظرنا نحن على ذلك المجال، ولكنه كان مبدعا في مجاله، واستطاع أن يحصل على محبة الملايين في العالم. 40-50 مليون يتابع ما يصدره هو من إنتاجاته التي الفنية خاصة به. هذا الشاب يعني ما شاء الله عنه، يعني حزن عليه الكثيرون. نحن نريد العبرة، نحن نريد العبرة من القصة، نريد ما الذي نحن نستفيد من هذه القصة في حياتنا اليومية. اجتمعوا في سيرجل ستوري وكان لهم جلسة يتذكرون به هذا الرجل، هذا الشاب 28 سنة، شاب لو تنظر في وجهه تجد في وجهه طيبة، لكنه لم يستطع الصبر فانتحر، قتل نفسه. قال أهله في البداية لم يذكروا ما الذي حصل، قالوا حبيبنا تيم، واسمه تيم، كان باحثا، كان يبحث عن الحقيقة، كان لديه أسئلة وجودية كبيرة، أسئلة وجودية كبيرة، كان إنسانا يسعى نحو الكمال، هكذا أهله يصفونه وأحباؤه، ولكنه لم يستطع التحمل الضغط الذي عليه. استخدم أفيشي تيم في ماكينة لا ترحم، ماكينة الرأسمالية يا إخوتي. هذه ماكينة الرأسمالية تطحن من يدخل فيها. طحنته هذا الشاب ودمرته. لم يستطع التحمل الضغوط التي عليه، الضغوط الجماهيرية. هذا أمر مهم يجب علينا أن ننتبه له. نحن لدينا أولاد، لدينا شباب. منذ أيام اجتمعنا هنا في المسجد مع حوالي 40 شاب من مدرسة، شاب وصبية مدرسة ثانوية هنا. قلت لهم عليكم الآن أن تبحثوا هذه الأسئلة الوجودية الثلاثة. لا بد لكل إنسان أن يجيب عن ثلاث أسئلة أساسية في حياته. من أنا؟ من أنا؟ من أين أتيت؟ ما هي وظيفتي في هذه الحياة؟ ما هو معنى هذه الحياة؟
ما الذي سيحصل بي عندما أموت؟ كل إنسان يجب أن يجيب عن هذه الأسئلة الوجودية الأساسية، وإلا إن لم يجب عليها فإنه عندما يحصل كما حصل مع أفيشي لم يتحمل، لم يستطع الإجابة، فانتحر وقتل نفسه. الروح التي رزقها الله إياه. أنا أحس بالذنب، أنا كمسلم أنا أحس بمسؤوليتي عن أن أفيشي انتحر. كل إنسان شاب ينتحر في الغرب، أنتم أيها المسلمون مسؤولون عنه، لأنكم لم تذهبوا إليه وتقولوا له معنى الحياة، وتقولوا له ما هي هذه الحياة، وعن الله سبحانه وتعالى. أقرب أصدقائه اسمه علي، أقرب أصدقائه مسلم، يا ترى هل تكلم معه؟ هل حاول أن يسأله؟ هل حاول أن يسأله كيف أنت يا أتيم؟ كيف صحتك يا تيم؟ أم فقط نريده كآلة يصنع لنا الموسيقى لكي ننطرب ثم هو يتدمر نفسيا؟ كان هو يسعد عندما يرى الناس سعداء، ولكن بعد كل حفلة كان يعاني من فراغ شديد، فراغ روحي شديد. لماذا؟ لو كان يعلم، لو كانت علاقته مع الله لصبره الله. انتبهوا يا إخوتي، نحن نأخذ العبرة. شغلة مو سهلة، شاب مثل هذا ناجح، العالم كل العالم تحبه بالغرب، 28 سنة، شاب مثل الوردة يقتل نفسه، هاي شغلة. وكل ما لأكثر شبابنا يعاني من فراغ. لا بد لنا أن نقوم بواجبنا وأن نحاول أن نساعد هذا الشباب بإيجاد معنى للحياة. الحياة ليس معناها جمع المال، الحياة ليس معناها الشهرة، الحياة ليس معناها المخدرات، الحياة ليس معناها الخمر، الحياة معناها أن تعبد الله الواحد الأحد، وأن تخدم عباد الله، وتخفف عن عباد الله، عن عباد الله. إذن معنى الحياة أن تعبد الواحد الأحد، وأن تخدم عبيد الله سبحانه وتعالى والمساكين في هذه الدنيا. فإن فهم الإنسان معنى هذه الحياة فإنه يصبر ويصبر ويصبر، ولا يضطر إلى أن يقتل نفسه ويزهق الروح التي رزقه الله إياها. اللهم اعفو عنا يا الله، اللهم خفف عن شبابنا يا الله، اللهم ألهمهم الصواب والسداد والصراط المستقيم يا الله. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله العظيم.